صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله مرسوم رقم 107 لسنة 2021 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية جاء فيه ووفقا على عدم على الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية المحررة في مراكش بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر من عام 2016 والمعدلة في اجتماع الجمعية العامة الأول للتحالف المنعقد بتاريخ الثالث من اكتوبر عام 2018 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ الثامن من يناير 2021 والمرافقة لهذا المرسوم